رجاء مازيمبي شو التعليق ديالك ربع نهائي؟ رجاء مازيمبي مقابلة في المستوى يعني في العصبة الأبطال، يعني إلا كنتي باغي تمشي بعيد دائما خاصك تواجه الفرق اللي كيكونوا كبار. يعني فريق رجاء البيضاوي هو فريق كبير، يعني متعود على المقابلات الكبار، يعني متعود على الضغط. يعني إن شاء الله غادي نديروا كل ما في جهدنا إن شاء الله في هاد المباريات، بحكم بأن المباراة ديال الآلي غادي تكون في الملعب ديالنا. إن شاء الله نحاولوا نديروا شي نتيجة إيجابية باش نمشيو الكونغو إن شاء الله حسم التأهل إن شاء الله تما. سي اون كراند إيكيب مي أون فا بخون ماتش بار ماتش، ماتش كوم تو لو ريست. إلا بيان فغي كو سي أون أوتر كومبيتيسيون إي سي لو كار دي فينال دون شامبيونز ليغ. Donc on va tout faire pour se qualifier parce que c'est un match qui se joue à l'aller-retour. Donc on aura le meilleur de nous pour se qualifier. On ne peut pas dire que c'est difficile. Comme je l'ai dit tantôt, on peut gagner à l'extérieur comme à domicile. Donc c'est à nous de tout faire pour se qualifier. Donc le plus important, c'est la qualification et de donner tous le terrain. Rajah Mazembe. Rajah Mazembe, match Maïkoun Sahel. Comme vous savez, Mazembe a le nom de Sahel Africa. Comme vous savez, le jamais le match de l'Ali ici, c'est le Kaza. خصنا نكونوا مكونسونطرين، خصنا نسجلوا الاهداف بزاف باش نمشيو نلعبوا بارتياح في ماتش الريتور ان شاء الله. عندنا ستاف حنا تايقين فيه، عارف الخدمه اللي كيدير هوايا، حنا ما علينا غير نطبقوا فاللي يدخل يقضي الغرض. On va jouer match très important le week-end. Le plus important aujourd'hui, on a gagné pour la confiance, ça fait du bien. Et puis je crois, Inch'Allah, le week-end, on va aller chercher la qualification. De jouer contre Mazembe, votre ancien club. ديزولي كما كتشوف راه كاع الفرائي اللي كاينين، راك اي فرقه كنتي غطيح معاها راه مزيانه. كما تشوف راه كاع الفرائي مزيانين، واللي جات راه مرحبا بها. وخا الروتور غيكون هما ماشي مشكل، لاش الروتور من هنا، تيران. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.